الأرسلية كانت بناء على معرفة، لأن بيقول في الكتاب المقدس كده الذين سبق فعرفهم فعينهم. معرفة الله بالإنسان هي منذ الأزل، هو عارف كل إنسان هيسلك في إرادته وفي مشيئته وهيمشي في طريقه ويحبه وهيكرز باسمه، ولا هياخد هذه الموهبة ويدفنها زي اللي أخذ الوزن لوحده ودفنه. وعشان كده ربنا وهو بيختار الرسل، لأن النهاردة بنحتفل بلباوس المقدر الملقب تداوس، ده اللي هو أحد الاثنى عشر رسول. وهو بيختار الرسل وكان عارف من سيسلمه، هو يعرف، ولكن كل واحد اختاره من الرسل كان بيصنع إرادته، ما كانش في حد فيهم مغيب المشيئة، ولكن كان بيصنع كل واحد بحسب مشيئته. وعشان كده كانت في رسل ممكن واحد يكون طبعه مندفع زي بطرس، ممكن واحد يكون طبعه شكاك زي توما، ولكن ربنا اهتم بالكل. وعشان كده بنقول أما اختار ربنا اختار جهال العالم ليغزي الحكماء، واختار الله ضعفاء العالم ليغزي الأقوياء. أما جه اختار الرسل ما اختارهمش من مجمع السنهدريم ولا من الكتبة اللي حافظين الأقوال الكتاب المقدس، ولكن أما جه اختارهم اختارهم من عامة الناس، بل من البسطة والصيادين. وده لحكمة رآها ربنا، لألا يبتلع واحد من الحزن أما يلاقي ما عندوش مواهب أو ما يلاقيش نفسه موجود في وسط صفوة المجتمع أو من الأغنياء. ولكن ربنا اختار الجهلاء والضعفاء والمصدرة وغير الموجود ليغزى الموجود. فاختيار ربنا للرسل كان بناء على سابق معرفته، لأن الله لا تستجد عليه معلومات. زي ما بنقول إن الله قادر على كل شيء، فإحنا واثقين إن الله يعلم بكل شيء، وعالم حتى نهاية الدهور إيه الأحداث اللي هتمر ومين هم اللي هيكونوا معاه في الملكوت. طب أمال ربنا سيبنا الفترة دي بنعمل إيه طالما هو عارف مين اللي هيدخلوا السماء ومين اللي مش هيدخلوا السماء؟ لأن كل واحد بيسلك بحسب مشيئته. أي واحد النهاردة هو جاي حاطط في باله من امبارح إن أنا هقوم الصبح وأروح الكنيسة وهقوم أصلي أو أقوم أحضر القداس وأتناول، مجهز نفسه متايب ومعترف، فهو بيهيأ نفسه. مفيش ملاك جابه من البيت دخله الكنيسة، وبرضه اللي حط في دماغه إن هو يصنع الشر أو يعمل أي أعمال تخالف ربنا، مفيش شيطان بيجي ياخده من إيده. ولكن يقول لك كده كل واحد يجرب إذا جذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلد خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. فواحد بيمشي بحسب شهوات الفجور بحسب مشيئة الشيطان، واحد بيمشي بحسب مشيئة ربنا، فبيحاول يطهر نفسه كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم. الاختيار بتاعنا بناء على محبة ربنا لينا، فالله يريد أن الجميع يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. طب وإحنا المسيحيين نقول لك ده إحنا كسفراء في العالم، كأن الله يعز بنا، يعني لكل اللي يشوف وشك يقول الله إيه الوداعة، إيه الطهارة، إزاي عينيه عفيفة كده ما يقدرش يبص على حاجة مش كويسة، إزاي أفكاره نقية كده، إزاي ما بيظنش السوء في اللي حواليه، لأن المحبة اللي مالية قلبه ما بتخليهوش يشوف عيوب اللي حواليه. ولكن الإنسان الشرير تبص تلاقي يظن إن كل اللي حواليه شر. واحد من الشباب مرة دخل بعض افتقاد كتير جدا لاجتماع الشباب، وبعدين وهو واقف على الباب كده قال أكيد كل الشباب دول بيقعوا في الشهوات اللي أنا بقع فيها. ولكن اليوم ده مست قلبه كلمة ربنا وقدم توبة واعتراف وندم حقيقي، وهو داخل المرة اللي بعدها قال يا أنا داخل إزاي في كنيسة كلها ناس أطهار زي كده وما فيش فيهم واحد خاطي زيي أو واحد عارف الشر اللي أنا عرفته. نظرة الإنسان بتتغير بحسب الفكر اللي هو عايش بيه، فإذا كان فكر شرير تبص تلاقي بقت أعماله شريرة، وإذا كان فكره طاهر تبص تلاقي بقت حياته كلها نقية. وعشان كده أما ربنا اختار رسله اختارهم وأرسلهم، بس مش بس اختارهم وأرسلهم، ده بيقول كده أيدهم بقوة.
وقال لهم كده الآيات تتبع المؤمنين، يعني كل واحد مؤمن باسمه الآيات تتبعه، وإحنا بنحتفل ببطرس وبولس أو زي ما بتسمعوا في الاسم كل سم الرسل بنقول إن كانت مناديل وعصائب بولس بتشفي الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. طب وبطرس زي ما سمعته النهاردة في الإبراكسيس يقول لك كده، كان يجمعوا المرضى ويخلوهم عشان وهو معدي حتى لو جه ظله على أحدهم كان يشفيهم. طب إيه القوة دي؟ القوة دي مش منهم، يقول لك كده لأن ادلنا هذه القوة في أواني خزفية لكي لا يكون فضل القوة لله وليس منا. يبقى ربنا مش بس دعا ومش بس اختار ومش بس عرف، ولكن أعطى القوة. طب مين اللي ياخد النعمة الكبيرة دي ومين اللي دفع أكتر؟ لا، ده واحد اسمه سيمون الساحر كان في مرة عايز يشتري موهبة ربنا، لدرجة أنه عم بيقول للبولس أدي لك كام وتديني الموهبة دي، فقال له لتكن فضتك معك للهلاك. الفضة اللي انت جاي تشتري بيها موهبة ربنا دي لتكن للهلاك. ولحد النهاردة الكنيسة ترفض السيمونية، يعني شراء الدرجات الكهنوتية بمبالغ مالية. فهنا يقول له كده لتكن، ولدرجة حكم عليه قال له انت هتفضل أعمى مش هترى النور إلى حين، كأنه تأديب من ربنا لأنه افتكر أن موهبة ربنا المجانية العطية النعمة ممكن تقدر بأثمان من أو فلوس من الدنيا دي. وعشان كده مهم جدا أن احنا نعرف حجم الموهبة وحجم العطية. النهاردة سمعنا كده في بطرس يقول كده في رسالة بطرس يقول الذي تشتهي الملائكة أن تطلع عليه، يعني حتى الملائكة اللي بيخدموا الأرواح الخادمة المرسلة لخدمة العتدين أن يرسوا الخلاص، الأرواح الخادمة دي كلها القوة الهائلة بتاعت الملائكة دي كلها تشتهي أن هي ترى هذه الموهبة السمائية اللي ربنا أداها للبشر. وعشان كده أما ادلنا القوة أصبح الإنسان الروحي اللي فيه حياة روحية حتى وإن كان بالنسبة للعالم ضعيف ومصدر وغير موجود، إلا إن فيه قوة. ونلاقي إن فيه لو سمكة صغيرة جدا فيها الحياة ممكن تسبح عكس اتجاه الطيار حتى مهما كانت شدته، ولكن لو كان حوت كبير جدا ولكن فقد الحياة تبص تلاقي الأمواج تتقاذفه للشاطئ، تبص تلاقيه يطلع على الشاطئ وتبان رائحة عفنته. الإنسان الروحي فيه قوة، وتبص تلاقي يقول له ده العالم كله ضدك، بقوة روح ربنا يقول وأنا ضد العالم، مش عشان أنا متكبر أو أنا عشان حاسس فيا قدرات أو مهارات أو عارف أتغلب بفلسفات من هذا العالم، لا، ده أنا عشان فيا قوة من روح ربنا هي اللي بتحركني وهي اللي بتأيدني بالآيات وبالمعجزات. شفنا برضو أن بطرس وهو داخل عند باب في الهيكل عند باب الجميل لقى واحد مقعد، فعمال يبص له كده ان هيديله ايه عشان يقول لك نظر اليه مؤملا ان ياخذ منه شيئا. فتفرس فيه بطرس وقال له ايه؟ قال له بص الذي لي اياه اعطيك، انا ما عنديش لا فضه وذهب، عشان اللي بيجوا هدفهم من الكنيسه الفضه والذهب، يقول له لا انا ما عنديش لا فضه ولا ذهب، ولكن الذي لي اياه اعطيك. قوة اسم يسوع اللي فيه، قال له باسم يسوع قم منتصب. فعمل ايه؟ قام ووسب وقعد يشكر ربنا ودخل الهيكل وقعد يسبح، لدرجة الناس كلها تعجبت من هذا المقعد اللي كان موجود عند باب بيت الجميل، وازاي هذه المعجزة العظيمة لان ربنا بيؤيد رسله بهذه المعجزات. ونلاقي على ممر الدهور والازمان تصنع الايات والمعجزات، زي ما انتوا عارفين كلكم معجزة سمعان الخراز لما يجي واحد يقاوم المسيحيين يقول لهم انتوا مكتوب عندكم في الانجيل ان انت ممكن تنقل الجبال، طب انقل لنا الجبل. وهنا تتحط الكنيسة كلها في مشكلة، ولكن بالصوم والصلاة يبين ربنا ان واحد عنده قدرة على نقل الجبال بصلاته، ويكون واحد بسيط اسكافي اختار الله ضعفاء العالم والمصدر وغير الموجود. ما تستضعفش نفسك إذا كانت فيك قوة ربنا ما حدش هيقدر عليك، وإذا كانت بعيدة عنك قوة ربنا اجري بسرعة واطلبها.
عارفين بولس الرسول لما هو بيصلي لأهل أفس بيقول لهم كده: بسبب هذا أحني ركبتي قلبي لدى أبي وربنا يسوع المسيح الذي تسمى منه. قال حتة كبيرة كده: أن تتأيده بالقوة بروحه في الإنسان الباطن. يعني إيه؟ يعني الواحد من جواه يبقى قوي، نعمة ربنا تبان فيه، وما تيجي مشكلة تقابله يبان ان هو قوي، لان الايمان اداله القوة والغلبة والنصرة. ولكن واحد يظن ان هو قوي، فتبص تلاقي ممكن مجرد تقابله حاجة ضعيفة او حاجة صغيرة، تبص تلاقيه شك في ربنا وشك في الايمان، وقال له هو ربنا بيحاربني ليه؟ ربنا مش بيديني اللي انا عايزه ليه؟ واحد تاني كل ما تقابله مشكلة يقول لك أكيد ربنا عنده الحل، كل ما تقابله ضيقة يقول أكيد هيعطي مع الضيقة منفذ، كل ما تقابله مشكلة أو يقول لك فعلا ده بدقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. ده عشان كده بيقول لك وهب لكم لأجل المسيح لا أن تؤمنوا به فقط بل أن تتألموا لأجله. إن تألمتم من أجل المسيح فطوباكم. ويعرفنا كده رب المجد نفسه بيقول: طوبى لكم إذا طردوكم وعايروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات. ربنا يدي القوة والمعونة، تبص تلاقي ما تقدرش تقف قدامهم، لا أمراض ولا تستعصى مشاكل، وحتى الشياطين يقول له يا رب وحتى الشياطين تغضى علينا باسمك، يقول لهم بس ما تفرحوش بكده، لأن السماء ما فيهاش لا أمراض ولا فيها شياطين ولا فيها ضيقات. السماء بعد كده وانتوا قدام ربنا هتجدوا في ملكوت السماوات ما فيش غير الفرح والتسبيح والشكر. والإنسان اللي بيحب ربنا هيبقى مزبي في محبة ربنا إلى مدى الدهور. وعشان كده اللي بيجري ورا الآيات والمعجزات النهاردة ممكن يضل، لأن لما يجي الكذاب النبي الكذاب هيصنع آيات يقول لك ويضل ولو أمكن المختارين أيضا. يعني حتى الناس اللي ربنا اختارهم ودخلهم كنيسته وعرفهم مشيئته ممكن بسبب الآيات والمعجزات اللي هيعملها النبي الكذاب أو المسيح الكذاب اللي هيجي، إن ممكن يخدع قلوب السلماء والناس اللي ما كانوش أقوياء في الإيمان. وعشان كده إحنا مش بنجري ورا المعجزة، إحنا بتهمنا ان احنا نحيا حياة حلوة مقدسة مع ربنا، فنتأيد بالقوة بروحه في الانسان الباطن. يعني ايه؟ يعني تلاقي الانسان ما بقاش ضعيف، ما بقاش مهزوز، ما بقاش كلمتين يرجعوه كلمتين يودوه، ما بقتش الحاجة اللي بتحصل معاه ممكن تخوفه. ليه؟ اصبحت فيه قوة، مش بس عشان يعيش يومين على الارض، لا ده عشان يحيا حياة ابدية في السماء. أعطاهم حاجة كمان وهي مهمة، ادالهم الحكمة. أول حاجة إن ادالهم الحكمة عشان يميزوا الأمور المتخالفة. في حاجات كتيرة باينة إن هي صح، وفي حاجات كتيرة باينة إن هي غلط، ولكن في حاجات في النص، منطقة رمادي كده مش باين الأصل بتاعها، إذا كانت من الخير تودي الإنسان لربنا أو من الشر تبعد الإنسان عن السماء. وعشان كده ادالهم هذه الحكمة ان هم يميزوا ويعرفوا ايه الحاجة اللي ترضي ربنا فيمشوا فيها وايه الحاجة اللي تخالفه. كمان ادالهم الحكمة في الكلام وقال لهم: متى سقوكم قدام ملوكه ولا لا تهتموا كيف او بما تقوم او تجيبون، لانه اعطيكم فما وحكمة لا يستطيع معانديكم ان يقاوموها او يناقضوها. طب الحكمة ودي جت لهم منين؟ لا ده من روح ربنا، لان قال لهم كده: متى جاء المعزي الروح القدس الذي سيرسله الآب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. طب وفي وقت الضيقة يبان بقوة روحه ويدلكم الفم والحكمة، لدرجة يساق بولس الرسول قدام فيليكس الوالي وهو بيكلمه بالحكمة وبالسلطان المعطى ليه، يقول لك ارتعب قلب فيليكس الوالي. مين اللي محبوس؟ بولس. مين اللي في ايديه السلاسل؟ بولس. ومين اللي قاعد على كرسي المحاكمة؟ فيليكس الوالي. ومع ذلك تبص تلاقي قلبه ارتعب بالقوة والسلطان والجبروت اللي كان موجود في كلام بولس الرسول، لأنه كلمه عن قد إيه الدينونة مخيفة، وقد إيه عن السكوت في يدي الله هيبقى مرعب، وقد إيه إن هيجي يوم من الأيام ربنا يقف أمامه كل البشر عشان يعطي كل واحد حساب عن اللي عمله إن كان خيرا أو كان شرا.
فهنا أما ادالهم الحكمة والسلطان اداهم كمان محبة الراعي، عشان أما يجي يرعى الراعي يرعاهم بالحكمة والفهم، وقال لهم أعطيكم رعابة حسب قلبي يرعونكم بالحكمة والفهم. يبقى عندهم فهم إزاي يرعوا الرعية، ما يديش أدوية غلط في الوقت الغلط، ما يجيش واحد مستهتر ويكلمه عن محبة الله وغفرانه، وما يجيش واحد محبط ويائس وتعبان ويكلمه عن شدة الله وصرامته ويقول له هوذا غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. فممكن يرمي ده في اليأس وممكن يرمي ده في الاستهتار، ولكن الراعي الحكيم يعطي كل واحد بحسب العطية اللي اداها له ربنا. وعشان كده الواحد منكم قبل ما يخش وهو بياخد مشورة أب اعترافه ويصلي يقول له يا رب أنا عايز أسمع صوت روحك القدوس على فم أبونا. وهنا ربنا بيتكلم وبيعطي المشورة ويعطي الفهم ويعطي العمل الصالح. وما بيتكلم الرسل القديسين بالحكمة والفهم ما كانش يقدر حد يقاومهم أو يناقضهم. وعشان كده أما كانوا حتى بيصنعوا آيات وعجائب يقول له بص ليس بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي. قوتك يا بطرس هي اللي خليته يمشي؟ يقول لك لا، ده انا ما انساش ان انا انكرت وان انا جدفت. ولا واحد زي بولس يقول له ده انا كنت مجدف ومفتري وكنت ناسي ان انا امشي في طريق ربنا، ولولا ان ربنا افتقدني برحمته. بس بيقول انا كمان تعبت اكثر من جميعهم. اما اخذ نعمه ربنا وسكنت فيه النعمه تعب مع ربنا فتره كبيره جدا. وعشان كده واحنا بنحتفل ببطرس وبولس عايزين نعرف اذا كان ربنا اختارنا واذا كان ربنا ارسلنا، ليه ما فيناش القوه؟ ليه مش متايدين بالقوه بروح؟ وازاي ممكن افكار خفيفه ممكن تتعبنا؟ وازاي احداث طفيفه ممكن تقلقنا؟ وازاي ممكن احتياجات ماديه مؤقته جدا ممكن تخلي الواحد يشك في محبه ربنا ليه؟ يا ريت نكون بنرفع قلبنا وعقلنا كله لربنا ونقول له رب انت بقوتك املأ قلوبنا من سلامك. واحنا بنصلي دلوقتي بنقول له بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من ايه؟ من سلام. عايزين السلام يملأ قلوبنا والنعمة تملأ نفوسنا، فنبقى اقوياء مش ضعفاء، نبقى بنعمة ربنا مستنيين حياة أبدية مش متكلين على اليومين اللي عايشينهم في الأرض دي. وعشان كده الإنسان اللي بيبقى حاطط في قلبه كده مش بتاخدوا الأحزان وتاخدوا الأوجاع وتبص تلاقيه قاعد دايما كئيب وحزين، تلاقيه دايما فرحان. وعشان كده يقول لك القلب الفرح يجعل الوجه طلقا، فحتى وجهه تلاقيه ممتلئ إشراق وفرح. ربنا يدلنا أن احنا نمتلئ من القوة بروحه في الإنسان الباطن، ويدلنا أن احنا نعيش حياة الفرح وما نعولش هم أي حاجة، لأنه قال أنا أهتم بيكم وأنا أراعيكم، لا أهملك لا أتركك، لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد.